حلوة من مدريش فينيسيوس على الجهة اليمنى التسديدة لكن بنزيما أي سرعة أي انطلاقة ميري 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 يفتك الكرة خطيرة لمصلحة ريال مدريد تحرك الجانبي فينيسيوس يصل ميري فينيسيوس كرة الله الله مريكي جميل إلى الكرة للأمام تحضير بالرأس حلوة الكرة من برانكي ديونج إلى ديمبلي واحد على واحد هذه خطيرة تمريرة وكرة مندي مر مندي بتمريرة لكريم بنزيما وكرة وفرصة وكرة تعود الكرة بعد ذلك على جهة اليسار عرضية براس خطيرة لمصلحة ريال مدريد رودريجو على اليمين رودريجو التمرير المين وكرة المين وفالفيردي كاسيميرو بالخطا مدريد واسف زانزولي مر زانزولي تسديدة المباراة ضاعت على برشلونة والانفراد والمرتدة لمدريد والكرة لبنزيما ورودريجو بكرة خيار